في الشأن السوداني، أعفى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الأمين العام بقصر الرئاسة محمد عثمان من منصبه بحسب بيان للمجلس. وكان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول هاشم عبد المطلب قد أكد أن القوات المسلحة لن تطلق رصاصة واحدة على الشعب وستظل وفية له حتى نجاح ثورته. كما أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن الجيش لن يطلق رصاصة واحدة تجاه الشعب. وقال رئيس أركان الجيش السوداني الفريق هاشم عبد المطلب أن القوات المسلحة ستقف مع الشعب إلى أن يحقق أهدافه، ولكن بعيدا عن التخريب والانفلات الأمنية. أكد بعدم إطلاق أي رصاصة تجاه الشعب، ولكن على وقفة القوات المسلحة جانب الشعب إلى أن يحقق مناره وثورته ونجاح ثورته، ولكن بعيدا عن التخريب، بعيدا عن الانفلات الامني. وهذا حق لكل الناس انه يعيشوا في امان، ولن نترك السودان كما ارض الشعب. اكيد الشعب والثوره حريصين لا ينزل هذا البلد،